خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من مطار القاهرة يطمننا على بعثة النادي الأهلي. يا فاروق ازيك؟ كل التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وبإذن الله دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله نرجع منصورين ومعانا تذكرة الصعود لمباراة النصف النهائي بإذن الله. إن شاء الله فاروق، يعني طمنا على البعثة وعلى وصول اللاعبين وعلى وصول كابتن خطيب، هل الكل متواجد الآن والطيارة هتقوم الساعة كام؟ اقول لك يا كابتن اسلام بالفعل الكل متواجد حاليا في مطار القاهره، يعني خلال ساعه الفريق يعني ان شاء الله هيتوجه في تمام الساعه 11 الى جوهانسبرج، هيكون الوصول تمام الساعه 7 صباحا الى مطار جوهانسبرج، ثم هيستقل الفريق حافله من مطار جوهانسبرج الى بريتوريا، يعني هتبقى لمده ساعه للوصول الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي بالعاصمه بريتوريا. تمام، ميعاد الوصول ان شاء الله الساعه كام؟ الفريق هيوصل ان شاء الله كابتن اسلام الساعه 7 صباحا الى مطار جوهانسبرج، ثم هيستقل حافله الى مطار الى مدينه بريتوريا، تبقى مدتها مده ساعه، يعني نوصل بريتوريا ان شاء الله كابتن اسلام على الساعه 8 ونص باذن الله. طيب برنامج الفريق خلال الاسبوع القادم او خلال اليومين القادمين؟ يعني الفريق ان شاء الله الثاني في تدريباته ان شاء الله، يعني الوصول هيبقى غدا باذن الله، الفريق هيبدا تدريباته من الغد باذن الله، يعني لسه ما تحددش الميعاد بالظبط، لكن عقب الوصول باذن الله الى البريتوريا هيكون في مران للاعبي النادي الاهلي، مران خفيف بمشيئه الله غدا في الملعب المحدد للفريق. خليني اقول لك برضه يا كابتن اسلام ان النهارده متواجد الفريق صن داونز مع الفريق النادي الاهلي على نفس الطائره، وفي حاله من الروح الرياضيه اللي او حاله الحب اللي شايفينها ما بين لاعبي النادي الاهلي وما بين لاعبي فريق صن داونز. كان ليا حديث مع مستر موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز، واتكلمنا على الكثير من الامور الخاصه بالمباراه، وهو يعني وضح ان هو بيحترم فريق النادي الاهلي جدا، فطرقنا الامر للسوء الحديث اللي كان ما بينه وما بين مستر فايلر على يعني اثناء ركله الجزاء اللي سجل فيها بلجي واحرز منها النادي الاهلي الهدف الثاني، تطرقنا لهذا الامر، يعني انا سالته ايه اللي صار ما بينك وما بين مستر فايلر؟ قال فايلر مدرب كبير والنادي الاهلي فرقه كبيره جدا، انا كنت بتكلم معاه على ركله الجزاء، لكن في بقى تفاصيل ثانيه من الممكن ان انت تسال مستر فايلر، فاشاد بفريق النادي الاهلي واشاد بالشغل اللي عمله مستر فايلر مع النادي الاهلي، وقال النادي الاهلي فريق كبير، وانا من قبل اللقاء وانا برشح النادي الاهلي ان هو يحصل على تذكره الصعود بطوله افريقيا، لكن المباراه هناك مش هتبقى سهله. ايضا نتيجه الموسم الماضي وان احنا نقرر النتيجه ده صعب جدا، النادي الاهلي من الامور النادي الاهلي يعني اشاد بيها مستر موسيماني الحضور المبكر للنادي الاهلي، قال دي من الامور اللي يعني انا يعني استغربت لها جدا، النادي الاهلي فطن لهذا الامر والنادي الاهلي يحضر قبل المباراه بست ايام، اعتقد الدافع والاصرار اللي احنا شايفينه عند لعيبه النادي الاهلي، ايضا اللي بنشوفه من الفريق الخصم ان هو يشيد بالنادي الاهلي على الاداء او يشيد بالنادي الاهلي على الاختيار لتوقيت الرحله، ايضا وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كرئيس للبعثه بيوصل كثير من الرسائل يا كابتن اسلام. لعيبه النادي الاهلي برضه خليني اقول لك واحنا قاعدين واحنا بنتابع لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتقول لك لا لسه الامر ما اتحسمش، احنا عندنا شوط اول انتهى في القاهره، كنا الافضل كنا الاحسن، لكن لسه ان شاء الله هنكمل على نفس الاداء نفس اسلوب اللعب اللي احنا لعبنا بيه، لسه مباراه ثانيه في هتكون في اجواء صعبه في ضغط صعب جدا، لكن احنا كل اللعيبه عندها اصرار ان هي تكمل المشوار، و ان شاء الله يعني يا كابتن اسلام المباراه هناك تبقى يعني مباراه كويسه ان شاء الله، والفريق يحصل على تذكره الصعود الى مباراه نصف النهائي. تمام، اذا انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من مطار القاهره، زي ما حضراتكم شفتوا